أهلا بكم مجددا. وإلى التفاصيل، وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي عضو المجلس إلى أوغندا بعد مغادرتها الإمارات في 8 صباح اليوم، وذلك استعدادا لمواجهة كامبالا سيتي الأوغندية. كان في استقبال البعثة فور وصولها سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي وطاقم السفارة المصرية ومندوب من نادي كامبالا، بالإضافة إلى العديد من رجال الأمن لتأمين تحرك البعثة من المطار إلى فندق الإقامة. وكان سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية قد سبق بعثة الأهلي من الإمارات إلى أوغندا لبحث ترتيبات استقبال البعثة وحجز فندق الإقامة ووسائل الانتقالات وملاعب التدريب وغيرها من الأمور لتسهيل مهمة الفريق في أوغندا.